بدنا ننتقل مرة جديدة لزميلنا حسن ملاح مراسل الأخبار في اللاذقية. حسن، ما هي آخر تطورات لديك؟ تفضل. حسن، هل تسمعني؟ ما زال متواصلة حتى هذه اللحظة، وهو تطور خطير حقيقة، يعني غير مسبوق. يعني كنا دائما نشهد اعتداءات تنتهي بعد دقائق إذا صح التعبير، تقول أن الاعتداءات ما تزال متواصلة حتى هذه اللحظة. إذن المعلومات الواردة حتى الآن حسب مراسل الإخبارية عدوان على اللاذقية يستهدف مؤسسة الصناعات التقنية ولم يتضح مصدر حتى الآن.